يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ماء للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 23، الصغرى 12، إسكندرية 20-12، مطروح 18-11، بورسعيد 24-13، الإسماعيلية 25-11. ننتقل إلى السويس العظمى فيها 24، الصغرى 12، العريش 25-12، طابة 24-13، شرم الشيخ 27-16، الغردقة 27-13. أما في الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 29، الصغرى 12، أسوان 29-13، الوادي الجديد 29-7، شلاتين 28-15، وأخيرا حلايب 24-16. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.